معاي أستاذ فاضل سهلان وأستاذة فاطمة فؤاد. اليوم طبعاً استضفتهم لأن عندهم طبعاً إحنا هني حق نتكلم عن المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات اللي راح تكون في 12 of March. شنو هي الفئة العمرية اللي أنتوا قاعد تستقطبونها حق سكيلز بحرين أو اللي تهيئونهم حق المسابقة الوطنية؟ الفئة العمرية هي من عمر 19 ل 22 سنة، يعني يكونون من طلاب المدارس والجامعات. اوكي. انزين، وطبعا المهارات متعددة اللي انتم تبون تجذبونها. الشرط العمري، شنو الشروط الثانية؟ لازم يكون بحريني الجنسية، ولازم يكون متمكن من المهارة اللي هو راح يقدم عليها، يعني مو مثلا يقدم على مهارة وهو ما يعرفها. هو لان في بعض المهارات تجينا اعداد وايد، خصوصا في مهارة الجرافيك ديزاين، في مهارة الفاشن ديزاين، لانها بيسكلي التكنولوجي. فاحنا نضطر نسوي للمتقدمين المسابقة انترفيوز حق نستوعب الافضل منهم تو كومبيت. طبعا انا بنصح متابعين انهم يتابعون حسابكم سكيلز بحرين، ومن هناك بيطلعون على المهارات. انا بسوي سكرين شوت على المهارات وحين بحطها لكم. اوكي 1 2 3. طبعا شفت ان انتم حسابكم كل شيء فيه، حتى الاستمارة موجودة يعني في البايو، ممكن يدخلون ويسجلون. هذه اللي متمكن وعارف انه عنده مهارة من هالمهارة. وعندكم كوكين وهير دريسنج، انا توقعت يعني المهارات الصعبه يعني اللي كلش. احنا تو بي اونست، اول ما بدينا اول مسابقه كانت في 2012، كانت المهارات ستريكتلي يعني المهارات الفنيه الميكانيكال والويلدينج والالكتريكال والجرافيك ديزاين والاي تي سوفت وير. في المسابقه الوطنيه الثانيه حاولنا ان احنا ندخل مهارات شوي اكثر سوشيال، مثل التمريض اللي هي هيلث اند سوشيال كير، ودخلنا الفاشن ديزاين في الفاشن والهيلث اند سوشيال كير. اوكي. توجهنا في المسابقه الوطنيه الثالثه ان احنا فكرنا ندخل مور سوشيال سكيلز مثل وهم بعد ضفنا معاها مهارات ميكانيكال مثل الاوتو بادي شوب ريبير. انزين استاذ، يعني انزين هم عارفين انهم عندهم هالمهارات هذه، مشاركتهم تضيف لهم هم؟ طبعا احنا بعد المسابقه الوطنيه وي تيك ذا بيست اوف ايتش سكيل. اوكي. ندخلهم برنامج تدريب مكثف. اوكي. بحيث ان نهيئهم لتمثيل مملكه البحرين في المسابقات الاقليميه والعالميه. ايه. هاي البرنامج يكون على 3 مراحل. حلاوي ended up with only 2 trainees. اوكي. Because ان واحد متسابق واحد هو اللي بيمثل مملكه البحرين in each skill. واو. هو بيمثل البحرين في النهايه اولا واخرا، وهذا شيء مشرف. فهذه تمثل ديرتك. فهذه مو باول مره يعني ان تكون في مسابقه وطنيه وصلتكم للمسابقه، يعني المشاركات بس اقليميه في الخليج. ايه، لحين ما وصلنا للعالميه. ان شاء الله انا انتظر ان نفوز. نبي ميداليات، في ميداليات ذهبيه. ايه حصلنا ميداليات ذهبيه. ايه حصلنا ورا ما دريت تونا. انا استانس اذا شبابنا وبناتنا فازوا في المسابقه الوطنيه. إيه؟ الثالثه للمهارات اللي اقيمت في البحرين. 8 skills. yeah. البحرين فازت ب 4 gold medals، ما شاء الله، 2 silver and 2 bronze. ممتاز. يعني عيالنا في كل المهارات صعدوا الستيج، ما شاء الله. احس ان هاي فرصه ترى حق شخص مثلا يمكن ظروفه ما سمحت انه هو يدرس ويكمل دراسته في الجامعه، انه ممكن يحقق شيء حق نفسه اعتمادا على المهاره اللي عنده. احنا عندنا تجارب نجاح وايد مرت على سكيل البحرين. يعني كان عندنا متسابقين ان امبلويز عن طريق وزاره العمل. أوكي. دخلوا في المسابقه وحققوا مرات، يعني هاي الان امبلويد بعد المسابقه وبعد التريننج اللي اخذوه اكتسبوا مهاره، هيئتهم انهم يشتغلون في شركات. في احدهم الحين مدرب في شركه اسري ديزاين، مجرد ما تخرجت من الجامعه الملكيه للبنات وقعوا معها عقد يعني للتوظيف. عندنا متسابقه مجرد ما خلصت برنامج تدريب، وعندنا مرام المحميد، يعني اول ما تخرجت من جامعه البحرين يعني وقعت معاهم واشتغلت عندهم فتره مؤقته عقب ما هي شاركت معاكم. عقب طبعا عقب فور فري. يا نو ريجستريشن فيز. نو ريجستريشن فيز، مجرد تدشون على البايو في حسابكم سكيلز بحرين، تملون الابلكيشن فورم اللي موجود، الابلكيشن فورم، وبعدين دي سندت على الايميل اللي موجود. او في بعض المهارات نحتاج يكون في هناك انترفيوز تو شورت ليست الابلكيشن أبليكنت، وبعدين في بعض المهارات راح يحصلون على تريننج تدريب على التست بروجكت، بحيث يكونوا مهيئين للدخول حق الامتحان اوكي او حق المسابقه. فالموضوع ما يخرب، ترى هو كانه بروجكت يتقدم لك اسبوع قبل يوم المسابقه ان انت تتدرب فيه
test, 30% of this test will be changed يوم يوم المسابقة. فهذه الترك اللي في الموضوع، فأنت تكون متدرب على نوع على التست اللي بيعطونك إياه، بس اللي راح يصير 30% من التست بيروح فيه يكون فيه اختلاف عشان يكون فيه تنافس. أوكي. يعني مو أنا أحفظ الامتحان ويا skill competition. يعني احنا نتوقع ان معظم المتسابقين اذا they can perform the test، بس احنا we measure how skill they are. عقب بيكونون خلاص مجهزين حق المسابقه. اوكي. زين بدشون they will compete في المراكز الاولى. اوكي. واللي بكل مهاره طبعا المهاره او اللي هو المتسابق اللي راح يفوز في المهاره راح يدش في تريننج عشان يكون مؤهل للمشاركه في المسابقه العالميه اللي هي في دولة أبو ظبي الشقيقة في أكتوبر. هاي المسابقة العالمية بصفة أبو ظبي. أبو ظبي، نعم. وإن شاء الله أنتم بتشاركون بإذن الله. إن شاء الله نفوز ما بنشارك. نفوز ما بنشارك. إي والله. لأن عيالنا شطار وعندهم السكيل في معظم التخصصات اللي إحنا مشاركين. أنا أستاذ أؤمن بمهارة البحرينيين. أنا أؤمن. دربناهم صح وإذا اشتغلنا عليهم صح. بيبيضون وجهنا إن شاء الله. إن شاء الله. فأنا أتمنى إن يعني شبابنا وبناتنا يشاركون، يعني هاي فرصة ترى. مع وجود سكيلز بحرين. اي وسكيلز بحرين شلون جت فكرتها؟ اتوقع هي كانت شراكه ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره العمل تي اي. بس اذا بذكر اسم يعني من الاسماء هاي اذكر استاذ حسن صالح الصليبي. كان احد القائمين على على اللجنه الوطنيه للمهارات، كبير يعني في 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 سكيلز بحرين. ما قصر. في 2013 كنا تحت رعايه شيخ هشام في وزاره التربيه، حاليا تحت رعايه لين تحت رعاية أستاذ لطيفة البنوضل وكيل مساعد لسعادة وزير التربية. صراحة هيوج سبورت، الحمد لله هيوج سبورت من أستاذ لطيفة، مو مقصرين معانا. احنا عندنا دينامو في الفريق، رئيس الفريق التنفيذي أستاذ محمد الفارابي. ايه؟ هو الدينامو التيم كله. هو رئيس فريق رئيس الفريق التنفيذي، هو عضو في اللجنة الوطنية للمهارات. ايه؟ وهو عضو في الأمانة العامة على مستوى دول مجلس البحرين. ايه؟ وعندنا الأوفيشلز ديليجيت يعني دكتور محمد الصديقي مدير إدارة التعليم الفريق. ما شاء الله. أنا على بالي إن ترى بس مجموعة أساتذة هم ذي سكيلز بحرين تقيد بتخصص موجود، يمكن هو يحس مهارته وهو في مهارته من هالمهارات اللي أنتم طرحتوها يكون هو ناجح فيها أكثر من تكون عنده شهادة. طبعا هو السكيل شيء مهم ان كنت اكاديمي او كنت في مجال العمل. يعني من بين قصص الناجحه اللي انا نسيت اذكرها، عندنا متسابق ابراهيم اول مدرسة مسابقة خليجية الثالثة. ايه؟ التقيت معاه في السوق. شافني سلمت عليه، شو اخبارك ابراهيم وين تشتغل الحين؟ قال لي اسمح لي استاذ انا ما اشتغل عند احد. يشتغل عند احد؟ انا رحت خذيت لي ليسن كهرباء لانه كان في مسابقة تمهيدات الكهربائية. اوكي. زين وشكرا للتدريب اللي اعطيتوني اياه. I passed the exam really quick. I have my own business. ما شاء الله. And I make more money than you make. Oh my goodness. He thinks he's the best. Yes. And how to prove it? We have the competition to prove it, whether you are the best or not, in what you are doing. أنتوا تبع سكيلز بحرين. شو اللي خلاكم تنضمون؟ طبعًا هو خياري لكم أنتوا. زين أنت ليش اخترتي ليش تنضمين؟ أنا تشجعت وايد السنة وايد لأن مهارة المكياج اندرجت ضمن المهارات وهذه شغلتي أنا. بقولش كل البنات تراحين. والبنات الحين عندهم هذه المهارة ما شاء الله عليهم، والسوق فيه ديماند، فليش ما يتدربون من هم صغار؟ يعني ليش مثلا لازم انا اروح جامعة وادرس بزنس وانا اقدر اتخصص في هالمجال؟ دراستي الجامعية تكون ميك اب وبيوتي ثيرابي. فهاي شيء وايد شجعني لان ادري في وايد بنات يحبون هاي، واتمنى ان طالباتنا او الموهوبات اللي عندنا يشاركون ويانا في هذه المهارة. اذا لو كانوا هم متخرجين من الثانوي وما يدرسون في الجامعة بعد هم ذا ويلكم. قلت شيء ما شاء الله بناتنا شاطرين في كل شيء بالذات في هالشيء ذي احنا نحب الجديد. اي والله. فانا اقول حق البنات والله شاركوا. ليش ما تشاركوا استاذ؟ ليش شاركت انا؟ لسببين. انزين اول سبب شعار وورد سكيلز ريكوجنيشن، ان هاي التكنيشنز دي لهم هاي المهاره في كل التخصصات. وانت تخصصك استاذ شنو؟ انا مهندس، انا مهندس ميكانيكي وسيارات. اوكي هاي التكنيشنز زين تو بي بوت اون انزين and showcase them until everyone's here. This is the best graphic designers in Bahrain in his age.
in her age في البحرين. Yeah. We need to recognize them. Yes. لأن تعرفين around the world now who's recognized? The athletes, هذين. But what difference they make? They make a difference. Yeah. But ما يصير ان احنا نهمل او ان نحسسهم كأنه ما شغلات مو مهمه. في سبب ثاني بعد. سبب ثاني. ان show them the right path. يعني احتمال ان هاي الطلاب اللي اعمارهم 16-17 سنه عشان to be a chef. بس ما يدر وين يروح. عن طريق المسابقات احنا we expose them. يعني هاي ال cooking institute وين يقدر يروح يدرس فاشن مثلا في الجامعة الملكية للبنات. الكوكينج عندنا الكولينري سكول في باربار. انا عندي واحد من المتابعين شاب انزين يبي يدرس فاشن ديزاين. المشكلة انه بس الجامعة الملكية في البحرين هي اللي يعني فهو ينحرم بهالطريقة هذه. توفرون لهم هالفرص هذه. وهم بعد نشر ثقافة ان you can be a chef, you can be a graphic designer, you can be whatever you want. Whatever you want. Yes. ننشر ثقافة هاي السكيلز في البحرين. لا تستصغرون هالسكيلز هذه. يعني في خطة إن تنسيق الورود, البيستري, البيكينج. يا سلام. في مهارات. الكبروا الفئة العمرية خلنا ندش يا. يفكر يا أبي أروح أدرس بزنس, يا أبي أكون طبيب, يا أبي أكون مهندس. يا كثرهم اللي درسوا بزنس. وما تلاقي لها الله كلها درست بزنس. مكتبيه وبعضهم حتى ما يشتغلون في مجال البزنس, يشوفون في مجالات ثانية. إيه؟ فأنت تشوف شنو تحب وانفست إن يور سيلف وروح ادرس الشيء اللي أنت تحبه. مو بعيب ولا غلط. Elevated to a different level. Yes. يعني مو ضروري ان انت عندك مهارة في الميكانيكا في السيارات. Yeah. ان انت بتكون ميكانيكي طول حياتك. Hey. اذا انت عندك الهاي. الحين مثلا ميكانيكا مثلا متخصص في السيارات يمكن يستعينون فيه حتى من معارض السيارات اذا هم مثلا بيستوردون يسوون ويا كونتراكت حق كونسلتيشن. وايد اشياء. وفق. يعني ما في حدود حق الاوبرتونيتيز. ما يصير كل الناس تحتكر او مثلا تياود على تخصصين. اذا باقي التخصصات ماني ودي اشكركم على يعني حضوركم واشكركم ان انتم اخترتوني لانه هذا ترى يفيد شبابنا وبناتنا. ثانك يو سو ماتش بوث اوف يو. اللي اعطيتينا جزء من يعني ثمين من وقتك. لا والله ما في اثمن من عيال ديرتي والله. ان شاء الله نكون قدرنا ان احنا قدمنا معلومات كفايه حق المتابعين وان شاء الله نشوف متسابقين من عيالنا. ايه. يون ونرفع راس البحرين ان شاء الله. تلحلحه واقول لكم تلحلحه.